أزمة الوقود تعود إلى المشهد في نينوى وتثقل كاهل سكانها بساعات طويلة من الانتظار. ورغم الزيادة في حصة المحافظة، إلا أن شيئا لم يتغير سوى أن طوابير الانتظار ازدادت مع الحصة. الكابونات ما تحل مشكلة، يعني المشكلة يعني المفروض يحلوهم من الأساس، يعني يخلون يعني المحطات مال التعبئة يعني يعطوها حصة إضافية ويخلوها لساعات متأخرة. إذا هي أزمة ثانية؟ طبعا أكيد، يعني وأنا أتصور يعني أزمة مفتعلة، ويعني إحنا جماعة التاكسي إحنا قاعدين ندي خدمة حالنا حال باقي الموظفين، يعني ماشيين على القرار الفردي والزوجي. 1,400,000 لتر هي حصة نينوى كل يوم، وبعد فرض قرار يفرض على من يتزود بالوقود الالتزام بجدول للأرقام الفردية والزوجية لم يتغير أي شيء، فصدر قرار آخر باعتماد بطاقة السكن وأوراق العجلة الرسمية، مما أثار سخط الشارع حول هذا القرار. والله ترى الناس ما عادها حيل، ما عادها يعني أتمنى ينقل هذا القرار. أي والله أزمة ثانية حيل، يعني ما شوية هسه الزوج فردي يومي، يوم مفول يوم ما مفول، انه راح طلعنا القرار مال البطايق، يعني لازم اتمنى يلغون هذا القرار. اتمنى والله هذا القرار هي ازمه، صايره ازمه، فعلى اساس انه الكربونات راح يسووا حل للازمه، وبس بيها معوقات كثيره، ربما تفيد بالكربونات بس بيها معوقات كثيره. يقول لك اللي سيارته ما بيها رقم ما تطلع كربون، جيت الصبح يقول انت هاي سيارتي ما نفيت، ما بعد ما سجلتها، وهاي الحالة مو بس عندي، إنما 40% من الموصل ما نفيت، يقول له ليش سجل رقم، يعني روح سجل سيارتك، وهذا حال يعني شلون؟ وجاك ضيف من بغداد، جاك ضيف من البصرة، جاك ضيف من الشمال، هذا شلون إلا عنده بطاقة الله يفول؟ دائرة المشتقات النفطية رفضت التعليق لوسائل الإعلام عن الأزمة، لكن مصادر مطلعة تقول أن أزمة الوقود قد جاءت بالتزامن مع ارتفاع أسعاره في إقليم كردستان، وذلك في إشارة إلى وجود عمليات تهريب للوقود بسبب فرق الأسعار. من الموصل محمود الجماس، قناة التغيير.